او الترانسفورم بتاعي، ترانسفورم بتاع في 1 هيروح، في 1 ده موجود في الار 3 هيروح انتو سي في ام فيكتور تاني. عن طريق انك بتعملي ايه يا جميل؟ ايه فيكس كده، يبقى الفيكتور ده هتطلع له ايمج اللي اسمها مين؟ في 2. طيب انا لو عكست، لو قدرت اعكس هخلي ايه اللي يحصل؟ هضرب دول في a ماينس 1، يبقى ده a ماينس 1 في a في x بيساوي a ماينس 1 مضروبه في مين؟ ال a ماينس 1 في a دول بيدولك مين؟ i ماتريكس اللي هي مضروبه في x بتساوي ال a ماينس 1 اللي مضروب في مين؟ يعني اذا انا دلوقتي اقدر اجيب الاكس فيكتور اللي هو الفيكتور اللي قبل ما تعملي عمليه التحويل، بيساوي الفيكتور اللي في البلان بتاع الار ام لما تضربيه في الانفرس بتاع الترانسفورم. يبقى لو انا عندي هنا فيكتور عملت له ملتبليكيشن، عملت له ملتبليكيشن في الترانسفورميشن ماتريكس هروح انتو ار ام. طب لو انا هنا في ار ام عايز ارجع لار ام اضرب دي في a ماينس 1 تروح مرجعاني للفيكتور الاساسي اللي كان موجود فين؟ في الار ام. يبقى انا كده عرفت ازاي تو موف فروم ار ام انتو ار ام واعمل فايس فيرسا ارجع من ار ام انتو ار ام. اوكي؟ طبعا لذيذ قوي الترانسفورم ده او النولج دي، لان طبعا كل اللي انا هعمله دلوقتي هجيب الانفرس اوف ذيس ماتريكس. اوكي؟ جولدن سكندز. هم الولاد فين النهارده؟ ايه اللي ما جابهمش كده؟ وانا محتاجهم علشان احدد ميعاد مع الدكتوره. الساعه كام دي؟ 10:20. انا حضرت 3 ساعات كلها لوحدي. لا لا انا هسيب، تحبي اعمل ستوب انت؟ لا انا عندي لسه قبل. طيب حلو قوي. تعالى هنا بيقول ايه؟ ليت تي ار 3 انتو ار 3 ديفاينز ال تي اوف اكس واي وزي انتو ها واي بلس زي تو اكس فور زد. تعرف تجيب روتيشن ماتريكس؟ لا سوري ترانسفورميشن ماتريكس. تحب تجيبيها ازاي؟ عايزه اجيبها اللي هي بالطريقه الاولانيه. الاولانيه؟ اللي هي بنعمل اوكي نعملها سوا مع بعض. لذيذه جدا والطريقه الثانيه كمان حلوه. اهو هحط هنا مين؟ هو هنا كاتبه بدلاله اكس واي زي. اكس واي زي هنا اكس واي اند زي. والريزلت بقى بتاع دي كان بتساوي كام؟ The first component is second component is third component is اوكي تعالي تو رايت الدايمنشن. الدايمنشن بتاع ده كام؟ 3 by 1. الدايمنشن بتاع ده 1 يبقى لازم الدايمنشن بتاعه 3 by كام؟ 3 by 10. تعالي الفيرست رو انا اي نيد مين الايمج اللي تظهر؟ مين اللي يظهر؟ ال واي وزي. واي وزي يبقى اذا كده مش في اكس؟ مفيش اكس. يبقى اكتب ايه؟ اكس از ايكوال 0. يبقى ده ب 0 والواي لوحدها والزد لوحدها يبقى ده 1 وده مين؟ وده 1. تعالى نعمل السكند رو. السكند رو محتاجين الاكس تبان بس ما في صح؟ ايوه هتبقى 2 0 0 والاخير هتبقى 0 0 4. يبقى الاخير 0 0 اند مين؟ 4. كده انا جبت الترانسفورميشن ماتريكس. يبقى انا في الوضع اللي قدامي دلوقتي التي ترانسفورم بتاع الفيكتور اللي اسمه اكسل او وات ايفر النون فيكتور ده بيساوي الـ A matrix اللي حضرتك شفتيها دي تايمز الفيكتور اللي احنا بنتكلم عليه. مش كده برضو؟ ده الترانسفورم بتاعي. طيب انا عايز اجيب الانفرس ترانسفورم. يعني لو انا هنا عايز ارجع يبقى انا هجيب A minus 1. يا ترى تفتكر ازاي بجيب A minus 1 for A؟ فاكرة؟ عشان نجيب الـ A minus 1 الانفرس كنت بكتب 0 وبعدها زي 2 بعدين 0 4 كنت بشد مين؟ بعدين اكتب هنا 1 بعدين 0 1 ومين؟ 0 بعدين 0 0 ومين؟ 1
وهبدا امشي دلوقتي اجيب الستبس بتاعت الانفرس. اول انفرس او الفكره بتاعت الانفرس زي ما انت عارفه طبعا. If I succeeded in getting a unit matrix here, what's gonna appear in this side is the inverse matrix. طب حلو قوي. عايز بقى اشوف دول how to arrange them علشان يدوني اللي انا قلت لك عليه. I think first number should equal to 1. So I believe it's really very simple if you switch these rows and multiply the first row by 1 over 2. صح ولا انا غلطان؟ أيوة. لا خلينا نعملها واحده واحده. ايوه لا انا فاهمه. احنا عندنا يا من سويتش يا بنعمل هما 3 ثانيه 3 يا اما بعمل سويتش يا اما بعمل مالتيبليكيشن ان سيرتن نمبر يا اما بعمل مالتيبليكيشن سيرتن نمبر واد على انذر نمبر. ايوه اوكي. يبقى الفيرست نمبر دلوقتي هو بالنسبه لي 2 و0 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 و1 اند 0. ايوه بعدين انا عايز طبعا الريمينينج رول روز ار 0 دبل 1 طبعا ده 1 0 اند 0 نتيجه ان انا عملت السويتش. اللاست رو از 0 0 4 وطبعا يعمل لي 0 0 اند مين؟ 1 اند 1. الحركه اللي بعديها عايز بوزيتيف 2 ده يبقى ايكوال تو بوزيتيف 1. طيب ازاي اخلي ال 1 ده يعني نعمل 1 اوفر 2؟ يعني اذا النيو ماتريكس بتاعتي خليني بدل ما اعملها واحده جديده طالما احنا بنحلها هنا سوا بس ده يبقى 1 وده هيبقى 1 اوفر كام؟ 2. يبقى اذا الفيرست كولم از اوكي السكند كولم از اوكي بس ذا لاست كولم از نوت ادجستبل. ذس نمبر شود ايكوال تو بوزيتيف 1. بعدين النمبرز اللي فوقيه بزيرو عشان يبقى انا جبت ريديوسد مش 4. اوكي بيرفكت. يبقى انا هروح فور ذا لاست رو 0 0 and 1 for the remaining of the row it's gonna be 0 and 0 then 1 over 4 انا have divided by 4. بعدين عايز فوق ال 1 يظهر كام؟ عايز النمبر ده يظهر بكام؟ 0. So I will multiply this row by negative and then I will add it on the second row. Negative 1 times 0 equal to 0 plus 0 0. Negative 1 times 0 0 plus 1 so it will be negative 1 times 1, negative 1 plus 1, so the result will be negative times 0 equal to 0 plus 1 remains 1. Negative times 0, 0 plus 0, so it's gonna be 0. Negative times 1 over 4, it's negative simply 1 over 4. The last step is to have this number also equal to 0, and it's already equal to 0, so this is supposed to be the inverse of this transform. يبقى أنا دلوقتي لو بجيب ال t of x from a to x لو عايز اعمل العكس على طول كل اللي انا هعمله اروح جاي قايل كده ان ال a minus 1 الكلام ده اللي هو بيساوي 0 1 and 0 half 0 and 0 بعدين 0 negative 1 over 4 وده 1 over 4 ولا اروع. يبقى خلي بالك بقى لو انا عايز اموف باك يبقى اذا الانفرس ترانسفورم هيقول لي ان التي بتساوي a minus 1 تايمز الفاريبل او الفيكتور اللي موجود عندك فين؟ في في ماشي او في الار ام افتر ترانسفورم. طبعا خلي بالك ان الستبس بتاعت الانفرس انت احتجتي انفرس في حياتي. بص طبعا ادي الاي ترانسفورم زي ما احنا خدناها انا جبت شوفي هنا هو ما عندكيش الستبس قال لك انا هجيب الانفرس الانفرس بص على ده بص على الاخير مظبوط بيرفكت ولا مالكيش هاو تو جيت ات لان انت بتعرف تعمل ايه. على طول الستيب اللي بعديها اقدر دلوقتي اقول انه لو انا بجيب الانفرس ترانسفورم في اكس واي وزي اجيب الانفرس ماتريكس اضربها في اكس واي زد وبالتالي احصل على الانفرس ترانسفورم. يبقى ده فورورد ترانسفورم ده انفرس ترانسفورم. عشان اكملها معاكي برضو تبقى واضحه جدا بصي انا دلوقتي اقدر اقول ان التي بتاع الاكس والواي والزي بيروح لواي بلس زد والسكند كومبوننت 2x واللي بعديها 4z. طب لو عايز اعمل الانفرس ترانسفورم هاخد بصي هاخد الانفرس ماتريكس دي واروح اعمل لها تايمز اكس واي زي. بعمل انفرس ترانسفورم مش انت هنا في البدايه احنا بدانا الترانسفورم اللي هو ده؟ طيب انا عايز اعمله العكس اقدر اكتبه ازاي؟
مش احنا اوريدي عملناه على انا بوريك ازاي اقدر اكتبه. اكزاكت تي ماينس 1 اوف ان اكس واي وزي الكلام ده ازاي؟ هاخد دي واضربها في دول يبقى 0 تايمز اكس هاف تايمز واي، يعني اذا ده هيبقى واي اوفر 2. بعدين السكند رو اضربيه في دول هيديلك اكس ماينس زد اوفر 4. بعدين اللاست رو اضربه في ده هيديلك زد اوفر 4. يبقى هنا لو انا بتكلم على ار 3 انتو ار 3 او ار ان انتو ار ان ده يوديني فورورد ترانسفورم، ده يرجعني الانفرس ترانسفورم. فاهمه؟ اوكي ماشي. هسيب الكلام شويه بعدين خلينا نرجع نحل نسولف سم بروبلمز دلوقتي. طبعا نكمل هسولف بس شويه صغيرين بعدين نبقى نكمل بعدين. ماشي انت لسه قدامك قد ايه؟